بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكامل عسول مصطفى، بصفتي كرئيس جمعية أبطال أناسي. اجتماع دار على الجمع التأسيسي ديال الجمعية، ثم تقارب والتواصل ما بيننا وبين أولياء الأمور ديال المنخرطين، فلهذا تطرق المكتب إلى جمع اللم ما بين الآباء أولياء الأمور والأمهات مع المكتب المسير لدى جمعية أبطال أناسي. فلهذا تطرق المكتب إلى عدة نقاط اشترنا لها كما أعلاه وراح حضر لها الجمع العام الاجتماع ديالنا، هي ما هي الغاية من هذه الجمعية والأهداف المسطرينها المكتب لها، ثم المعاناة اللي كتعاني منها، ثم درسنا بعض المسائل اللي هي كتجلى في الأخلاق وكتجلى في التربية ديال الوليدات، ثم باش نمشيو في مسيرة موحدة وموفقة لدى هاد الشباب إن شاء الله رب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم ديالي عسول عبد العزيز، بصفتي كمؤطر تقني جينا درنا هاد الجمع هذا على حساب الجمعية جمعية أبطال أناسي، والجمعية اللي عندها واحد طموحات كبيرة اللي باغا طموحات كبيره اللي باغا تحقق، باغي نحققوا هاد الاطفال هادو وهاد المواهب اللي هاد المواهب اللي جات اليوم. والحمد لله حنا دابا بدينا هاد الجمعيه هادي ان شاء الله باش تكون من احسن الجمعيات اللي كاينين هنايا، وتنطلبوا من الجميع باش يساندنا على حساب التيرانات وعلى حساب ما عندناش فين يترينيو الدراري، وما عندناش فين ندخلو ثاني على حساب البطولات اللي غتكون هذا العام، وتنتمنوا الله يعاونونا الجماعات ويعاونونا العمل على حساب باش يوفروا لنا هذه الملاعب، وهاد الاطفال تما باش تما ما يمشيو يخرجوش للزنقه وما يخرجوش على الطريق، وزعما الانسان يعمر الاوقات ديالو بالرياضه، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الاسم يوسف تواس، بصفتي ككاتب عام انا جد فرحان لان هذا الجمع المبارك داز في احسن الاحوال ولله الحمد، والوالدين مشاو راضيين، فرقنا الملابس الرياضيه على اللاعبين، وان شاء الله من هنا لقدام غادي نطالبوا بالمرافق العموميه اللي هي ضروريه لهذه الجهه ديال اناسي، والنجمه سيدي مومن، نجمه سيدي مومن النهضه مبروكه البيضاء والنواحي، لانهم ما عندهمش ملعب القرب وغادي نطالبوا به ان شاء الله. والحمد لله الجمع راه داز في احسن ما يرام، وشكرا لكم نتوما ولكم جزيل الشكر.